الرئيس السيسي يواجه بتعزيز برامج التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والاستمرار في حملات التطعيم. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يكلف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات. وألمانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 133 ألف حالة. العاشرة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز برامج التوعية لكل المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن. وخلال اجتماعه مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وجه الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، وذلك بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، إلى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق. وقد عرض الدكتور محمد عوض تاج الدين في هذا الإطار الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، بما فيها حملات تطعيم المواطنين، وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها. وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات، خاصة في الأماكن التي تشهد تواجداً كثيفاً من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس، وكذلك الأماكن العامة والخدمية، مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها، وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة. كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين، وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات، بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب تعزيز قدراتها الاستيعابية بما يمثل إضافة هامة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام. وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع، حيث تم التعاقد مؤخراً مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل. وقد وجه السيد الرئيس بإعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى، إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات، وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما، موجهاً سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومردوده الصحي على المواطنين.
وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق، موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني، وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات. قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية لأكسترا نيوز إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة والتأكيد عليها في كل الأماكن العامة والخاصة والتجمعات والتشديد على استخدام الوسائل الوقائية والتطهير وخاصة في المدارس والجامعات لحماية الطلاب. وسيادة الرئيس طبعا يعني طبعا الوضع الوبائي في مصر حاليا من حيث زيادة عدد الحالات والإصابات ووجود إصابات أسرية، فطبعا في إجراءات احترازية ووقائية مهمة جدا. ستوجه بأن كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة تتم بكل دقة والتأكيد عليها في كل الأماكن في مصر، في الأماكن العامة والأماكن الخاصة وأماكن التجمعات، واستخدام الوسائل الوقائية ووسائل التطهير، وأيضا استخدام الكمامات. كل دي نقاط وجه بها سيادة الرئيس. وطبعا من ضمن الإجراءات الاحترازية المهمة جدا عدم التكدس وعدم التجمع سواء في الأماكن الحكومية أو الأماكن العامة، وأيضا في أماكن الدراسة، لأن احنا عندنا 25 مليون في مراحل الدراسة المختلفة سواء ما قبل الجامعية أو الجامعية. فالتأكيد على الحد من الكثافات، التأكيد على التباعد، التأكيد على بقدر المستطاع أثناء فترة الامتحانات ندي فرصة للتباعد وعدم التكدس، ويعني يبقى في نوع من المرونة في أماكن الامتحانات، والتأكيد على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية التلاميذ والطلاب والسادة أعضاء التدريس والعاملين. وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في منظومة التطعيمات ضد كورونا والتي حققت إنجازات كبيرة، داعيا كل الذين لم يحصلوا على اللقاح إلى التوجه لمراكز التلقيح لحماية المجتمع. أنا أعتقد أن بتوجيهات سيادة الرئيس إحنا حققنا إنجاز كبير جدا في منظومة التطعيمات، وسيادة الرئيس النهاردة أيضا وجه بأن نستمر في هذه المنظومة ونؤكد عليها، والذين لم يحصلوا على اللقاح بنستدعيهم للحصول على اللقاح. وطبعا سيادتك عارف ان تقريبا نص مليون خدوا الجرعه الثالثه، لان الوزاره اعلنت ان الفئات الاخرى اللي هي يعني مقرر لها تحصل على الجرعه الثالثه، وخصوصا لفت عليهم تقريبا في متوسط 6 شهور من الحصول على الجرعه الثانيه. كل دي بتزود مناعه المجتمع، بتحميهم، بتحمي اسرهم، بتحمي المجتمع كله. مع الانتشار العالمي الكثيف في التحول الجديد أوميكرون، بدأت حالات طبعا جه مصر زي ما جه العالم كله، وزي ما قلت لحضراتكم ان ده بيحمل معاه يعني زيادة في عدد الحالات لانه بينتشر بسرعة وبعدد كبيرة. فاحنا الحقيقة هو يعني ما زلنا مستمرين في هذا. اذا اعتبرنا ده النوع الجديد ده يبقى موجة 5 او امتداد للموجة الرابعة، فهو كذلك. لكن هتخلص امتى؟ احنا تعشم، لان احنا طبعا العالم كله مفتوح وفي حالات ناس بتروح وتيجي وفي استمرارية في العدوى. فاحنا لسه في الفترة دي اعتقد لغاية مارس او ابريل هنستمر في هذه القصة مع الجو المتقلب ومع خليط من الانفلونزا الموسمية مع تداعيات فيروس كورونا، ونتعشم ان شاء الله على الصيف يبقى في تغير في هذا الوضع. أكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر والبحرين والتي تستمد متانتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية وإيمانهما بوحدة الهدف والمصير. وخلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أكد الرئيس السيسي استمرار دفع وتعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. من جانبه عبر العاهل البحريني عن تقدير بلاده العميق للجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي على الساحة الإقليمية والعربية لترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.
أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع مصر للتعاون مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المعنية في إطار استضافة مصر المرتقبة لمؤتمر الأطراف كوب 27. ولفت مدبولي خلال لقائه الدكتورة رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإليسكو والوفد المرافق لها، لفت إلى الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية لنجاح هذا المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة بما يعزز من الريادة المصرية في هذا الملف الحيوي ويدعم الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. من جانبها قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا إن هناك تطورا إيجابيا ملحوظا على الساحة المصرية في مختلف النواحي بما يشجع على دعم جهود التنمية التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف المستويات. شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة التنسيق بشأن قرى المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تمهيدا لبدء الخطوات التنفيذية على الفور والخاصة بتصميمات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وكذا الأراضي المطلوبة لاختصار الوقت المستغرق في ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة التنمية المحلية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تناول الاجتماع استعراض مقترح القرى المقرر دخولها بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية والمعايير المقرر على أساسها اختيار المراكز التي تتضمنها تلك المرحلة والإجراءات والاستعدادات الخاصة بتنفيذها، وكذا ما يتعلق بالمرحلة الثالثة من المبادرة والإجراءات التي تضمن الاستدامة والاستمرارية لما يتم تنفيذه من مشروعات. تجاوزت الصادرات السلعية خلال عام 2021 حاجز 32 مليار دولار لتحقق نسبة زيادة قدرها 26%. المزيد مع الزميل أحمد بشتو. مشاهدينا أهلا بكم. لأول مرة في تاريخ التجارة الخارجية المصرية تجاوزت قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2021 حاجز 32 مليار دولار لتحقق نسبة زيادة بلغت 26%، حيث حققت كافة القطاعات الإنتاجية نسبة زيادة ملموسة في الصادرات على مستوى الصادرات المصرية غير البترولية في عام 2021، فقد بلغت ولأول مرة 32 مليارا و128 مليون دولار مقابل 25 مليارا و427 مليون دولار خلال عام 2020. المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة والتي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال جائحة كورونا. الجهود التي بذلتها الحكومة ساهمت في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة، كما أن إقرار البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء وسداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات ساهمت في تحقيق هذه القفزة غير المسبوقة في الصادرات. وأوضح تقرير أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال عام 2021 تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة أكثر من 9 مليارات دولار، والولايات المتحدة بأكثر من ملياري دولار، وأسواق أخرى بقيمة تزيد عن 9 مليارات دولار. أشار التقرير أيضا إلى تحقيق صادرات 13 قطاعا تصديريا زيادة ملموسة خلال عام 2021، منها قطاع المنتجات الجلدية بقيمة 86 مليون دولار، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 3 مليارات و387 مليون دولار، وقطاع المنتجات الكيميائية والأسمدة بقيمة 6 مليارات و700 ومليوني دولار. مشاهدينا، كان هذا عرضنا الموجز لمؤشرات أداء الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2021. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. قرر الرئيس التونسي قيس سعيد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء،
وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد وقع على مرسوم بتعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس. كلف رئيس مجلس سيادة الانتقالية السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وكلاء الوزارات المكلفين بالقيام بأعباء الوزراء في إطار حكومة تسيير أعمال لتمهيد الطريق لقيام الانتخابات. وأطلع البرهان وكلاء الوزارات الذين التقاهم بالقصر الجمهوري بحضور نائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو على تطورات الأوضاع بالبلاد وسبل الخروج من الأزمة الراهنة، كما استمع إلى تقارير من الوكلاء حول أداء وزاراتهم خلال الفترة الماضية. تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه عمل بعثة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه البرهان من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا، حيث ناقش الترتيبات الخاصة باستبدال القوات الأثيوبية العاملة ضمن قوات حفظ السلام بقوات أممية أخرى حسب طلب الحكومة. كما أكد المسؤول الأممي أن عمليات الإحلال ستبدأ في فبراير المقبل وحتى مارس. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1379 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها بفيروس كورونا ومتحورته ووفاة 33 حالة جديدة. كما ذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل خروج 1599 متعافيا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 337,627. كما أشارت إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 403,099 من بينهم 22,238 حالة وفاة. اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الإجراءات التي ستتخذها الدول هذا العام ستحدد مدى سرعة إنهاء المرحلة الحادة من وباء كورونا ومدى الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية. وقال المدير العام للصحة العالمية تدروس أدهانوم أمام المجلس التنفيذي أن المنظمة تسعى لزيادة ميزانيتها بنحو 480 مليون دولار لتعزيز برنامج الطوارئ، داعيا الدول الأعضاء إلى اتخاذ مسألة التمويل المرن والمستدام للمنظمة على محمل الجد لمواجهة الجوائح الصحية. أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا بلغت أكثر من 130 ألف حالة خلال الساعات ال 24 ساعة الماضية. يأتي هذا بينما توقع وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ أن تصل ألمانيا ذروة موجة انتشار الفيروس في منتصف فبراير، داعيا إلى فرض التطعيمات وجعلها إلزامية في أقرب وقت ممكن قبل الموجة الجديدة المحتملة في الخريف. أظهرت بيانات حكومية في النمسا أن الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا حطمت الرقم القياسي السابق مع استمرار انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى. وصف المستشار النمساوي كارل نيهامر وتيرة ارتفاع الإصابات بكورونا بأنها مخيفة مع تسجيل 30 ألف إصابة بالفيروس خلال يوم واحد. هذا وخرجت النمسا من قيود الإغلاق الكامل الشهر الماضي، وتريد الحكومة تجنب فرض إغلاق آخر خلال هذه الموجة.
أما الآن فمع أخبار الاقتصاد. دأبت الدولة على تدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصرية حتى تكون قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا ودعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار. المزيد مع الزميل أحمد بشتون. مشاهدينا أهلا بكم. تلعب البورصة المصرية دوراً محورياً في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبار أسواق المال أحد الأعمدة الرئيسية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو، وما دفع الدولة لتدعيم البنية التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية لسوق المال المصري حتى يكون قادراً على المنافسة إقليمياً ودوليا. بالنظر لهذا الدعم الذي قدمته الدولة، فقد حققت البورصة المصرية العديد من المكاسب خلال عام 2021، حيث تحسن أداء أبرز المؤشرات خاصة المؤشر الرئيسي AGX30 الذي سجل نسبة تحسن بلغت 10.2%، كما تحسن أداء المؤشر AGX70 بنسبة 2.6%، كذلك تحسن أداء المؤشر AGX100 بنسبة 5.1% مقارنة بالعام الذي سبقه. وتمثل دعم الدولة أيضا في مساندة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تضمن الحماية الكاملة لحقوق المستثمرين، بجانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالشفافية والنزاهة والرقابة على التداول، كما كان تخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة وإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم، وتوجيه مبالغ بنحو 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية، كلها عوامل ساهمت في انتعاش هذا السوق. هذا النجاح والمكاسب التي حققتها البورصة المصرية كان دافعا للعديد من المؤسسات المالية الدولية كستاندرد أند بورز بالإشادة بجهود الدولة باستمرار إصلاح سوق رأس المال في مصر من خلال إجراءات تهدف إلى جعل البورصة المصرية وجهة أكثر أمانا وشفافية للمستثمرين. كذلك أشادت بلومبرج بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصفتها بأنها واحدة من المشروعات الضخمة التي أنشأتها الدولة المصرية كجزء من جهد أوسع لإعادة تنشيط الاقتصاد، موضحة أن خطة الدولة لطرح أسهم شركة العاصمة في البورصة تعد تمهيدا لأكبر طرح أولي في البورصة على الإطلاق، وبذلك استطاعت الدولة المصرية أن تعبر بالبورصة المصرية إلى بر الأمان خلال عام 2021 رغم حالة عدم اليقين التي سيطرت على مختلف اقتصادات المنطقة خلال أزمة كورونا. مشاهدينا ختاما، كان هذا عرضنا حول المكاسب التي حققتها البورصة المصرية ودورها في دعم خطط الدولة للتنمية. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء. تبينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري. المزيد في هذا العرض. استقرت أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية، واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند نحو 1842 دولاراً للأوقية.
هذا واستقرت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم عند أعلى مستوياتها في 7 سنوات. المزيد في هذا العرض. أبقت منظمة أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2022 دون تغيير عند 4.2 مليون برميل يوميا. وقدرت المنظمة في تقريرها الشهري إجمالي الاستهلاك العالمي عند 100.8 مليون برميل يوميا، مضيفة أنه بينما يكون لفيروس أوميكرون تأثير في النصف الثاني من العام المنصرم، فإن التوقعات بخصوص النمو الاقتصادي تظل قوية. أما الآن فوقفة مع أهم الأخبار الرياضية، والبداية مع بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون. تأهل المنتخب الوطني إلى دور 16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون بفوزه على نظيره السوداني بهدف دون رد في الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وينتظر منتخب مصر متصدر المجموعة الخامسة والتي تضم الجزائر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية ليواجهه في دور 16. وعقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في المباراة، قال لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي إن المنتخب عازم على تحقيق اللقب ويسير خطوة بخطوة لتحقيق الانتصار في كل مباراة، كما شدد على أنه لا بديل عن الفوز في المباريات المقبلة للسير نحو اللقب بنجاح وتحقيق البطولة. فاز المنتخب النيجيري على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد في ختام لقاءات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية. اللاعب عمرو صادق افتتح التسجيل لنيجيريا، ثم سجل اللاعب ويليام إيكونغ ثاني الأهداف في الدقيقة 75 ليصعد الفريق إلى دور 16 متصدرا المجموعة برصيد 9 نقاط. يلتقي اليوم منتخب الجزائر مع كوت ديفوار ضمن المجموعة أو الجولة 3 والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس الأمم الإفريقية، وذلك لحجز بطاقة التأهل للدورة 16 من البطولة. ويخوض المنتخب الجزائري المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز، حيث إن التعثر سواء بالتعادل أو الخسارة يعني الخروج مبكرا من المنافسات. تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسة الجولة 3 للمجموعة الأولى بكأس رابطة الأندية في نسخته الأولى، حيث يلعب إسترن كومباني مع فريق الاتحاد السكندري في 2:30 عصرا، بينما يستضيف بيراميدز فريق المصري البورسعيدي في 2:30 أيضا، ثم يلعب فريق فيوتشر أمام مصر للمقاصة في 5 مساء.
يستضيف أرسنال فريق ليفربول اليوم في إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسيقام اللقاء في 10:45 مساء. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في لقاء أقيم بملعب أنفيلد معقل ليفربول. أما الآن مشاهدينا فمع أخبار الطقس. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجة الحرارة الليلة على كافة الأنحاء بسبب تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تسيطر على المنطقة بأكملها، كما تنشط الرياح نسبيا على السواحل فتزيد من الإحساس ببرودة الطقس. ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كل الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. وفي العراق توقعت هيئة الأنواء الجوية انخفاض درجات الحرارة الصغرى دون الصفر بدءا من الغد، هذا وتتواصل موجة البرد القارص في العراق والتي تصاحبها أمطار وثلوج كثيفة خاصة في المحافظات الشمالية والغربية. هذا ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وبالأخص في السليمانية ودهوك. ختام جولتنا الإخبارية، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز برامج التوعية بشأن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والاستمرار في حملات التطعيم. رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني يكلف وكلاء الوزارات بمهام الوزراء لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات. وألمانيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 133 ألف حالة. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب. شكرا على طيب المتابعة، كنت معكم سمر الزهير، إلى اللقاء.